السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم ربيع مدوري أخصائي لياقة بدنية ومدرب شخصي في أسباير أكتيف. اليوم سنتناول مجموعة من تمارين الكارديو المعروف عنها هي جيدة لخسارة الوزن وتقوية عضلة القلب. جاهزون؟ التمرين الأول سيكون تمرين الجامبين جاك بهذه الطريقة. على جنب هذه الطريقة. جاهزون؟ Are ready guys? Let's go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شكرا. Good. يمكن أن تعيد هذا التمرين 3 مرات على الأقل حتى تجهز جسمك لتمارين ثانية. التمرين الثاني سيكون تمرين البربي، معروف للناس التي تتداول الرياضة. هذه الوضعية الأولى، ثانية، ثالثة، هلا. للناس اللي يحسوا انه التمرين صعب عليهم يمكن ان يستعملون هذه الطريقة. واحد، جاهزون؟ 10 مرات، يلا جو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، سهل أليس كذلك؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، آخر واحدة، تسعة، عشرة. نفس الشيء، يمكن أن تعيد هذا التمرين 3 مرات إلى 4 حتى تكون جاهزين. هذا التمرين جيد للأحماء. التمرين رقم 3، تمرين التسلق. من هذا المكان سوف نتسلق 4 خطوات. 1 2 3 4 بعدين 1 2 3 4 10 مرات. اوكي يلا. 1 2 3 4 خير. 2 1 2 3 4. في هذا التمرين يجب عليكم ان تكبسوا عضلات البطن والظهر في نفس الوقت، تحافظون على وضعية الجسم مطلوقة إلى الأمام. جيد. التمرين رقم 4، نستحق متر على اليمين ومتر على اليسار. سنقفز على اليسار، هذه الحركة، نقفز على اليمين 3 خطوات في الركبة إلى أعلى. جاهزون؟ Let's go. 1 2 3. يجب أن تحرك الإيد. 4 5 6 7 8 9 10. التمرين رقم 5، يجب أن ننزل المستوى الخصر إلى أسفل. قفزة إلى اليمين، لمس إلى اليسار، لمس. جاهزون؟ Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخر واحدة 10. انتهينا بهذا التمرين. قمنا اليوم بتمرين كارديو لحرق الدهون وتقوية عضلات القلب. إلى موعد ثاني. العقل السليم في الجسم السليم، تذكروا هذا. إلى اللقاء. يعني خاصة في صفوف الكارديو دائما أنا بحب أطلع، بس بحاول إني ضل موجودة بالصف. كيف؟ العزيمة يعني. طبعا هو الصفوف تعطي حماسة أصلا أكثر. صح. بتعطي حماسة أكثر عموما. حتى كما شاهدنا ممارسة الرياضة يمكن أن تكون بشكل بسيط جدا، يعني حتى التمارين التي عرفنا عليها في هذه الفقرة يمكن ممارسة هذه التمارين داخل المنزل وبشكل بسيط جدا دون الحاجة حتى إلى الذهاب إلى النوادي الرياضية. صحيح. والتمارين والرياضة للتمتع بحياة صحية، حياة سليمة خالية من الأمراض تماما كما هو شعار يعني منظمة الصحة العالمية اليوم.